الأخ يقول: ما توجيهكم في حديث ابن عباس أن الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم مرابا خاتم جعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه؟ ألست في الحديث يدل على أنها كانت كاشفة عن وجهها منتقبة إذا كان يعلم الراوي أنها تنظر إليه؟ ويدل الحديث على أن إحرام المرأة في وجهها ويديها. أولا، الروايات الواردة في هذا الخبر لأنها كانت وضيئة روايات شاذة ولا يصح من ذلك شيء. الأمر الثاني، يقول: أو منتقبة، لا 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 فيه، بل هذا ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة. الأمر الثالث، أنها كاشفة عن وجهها ليس بصحيح، لأن كل إنسان ينظر قد ينظر إلى هيكلها وإلى جسمها، وللإنسان قد يفتن بالشكل والمظهر العام ما لا يفتن بالوجه، قد يفتن بالمنظر العام ما لا يفتن بالوجه، فرأى أنه ينظر إليها فصرف بصره، ورأى أنها تنظر إليه لأنه كان جميلا، فبين من هذا العادي، لأن الله قال: قل لمن يغضوا نصر وقل لمن يغضون من أبصارهم. فحين نهاه النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا ينظر إليها وأنه لا يحق له أن ينظر إلى ذلك، لأنه قد يكون وسيلة إلى الوقوع في الحرام. أما قول من قال بأن هذا الحديث يعني في بعض الروايات تفيد أنها تتوضأ، فبالتالي هي كاشفة عن وجهها، ففي دلالة على أن المرأة تكشف عن وجهها وأن وجه المرأة ليس بعورة. فالجواب عن هذا من وجوه: الوجه الأول، أن لفظ وضيئة شاذة كما تقدم، وعلى فرض صحتها، فالأدلة الأخرى التي تفيد بأن وجه المرأة عورة أقوى، كحديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وهذا يفيد أن المرأة كلها عورة، وهذا رواه الترمذي وغيره في إسناد صحيح، الصحابة الدارقطني وغيره. أمر آخر، هم يحتجون بحديث عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن ابن جريج، فقامت امرأة السفعاء الخدين، وما يدري الراوي أن سفعاء الخدين إلا أنها كاشفة عن وجهها. يجاب عن هذا، والرواية في مسلم يجاب عن هذا، أن الرواية الشاذة ضعيفة، لأن ابن جريج روى هذا الخبر عن عطاء عن جابر ولم يذكر سفعاء الخدين، بل قال امرأة من صفة الناس، وهذا خبر متفق على صحته. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أيهما أوثق في عطاء، ابن جريج أم عبد الملك؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عبد الملك ثقة وابن جريج أوثق. عبد الملك ثقة وابن جريج أوثق. وفي حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فقالت أم سلمة: فما تصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال: يرخينه شبرا قاطدا فانتج أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. فإذا أمرت المرأة أمر إيجاب أن تغطي قدميها فلا أن تؤمر بتغطية وجهها من باب أولى، لأن فتنة المرأة في وجهها أعظم من فتنتها في قدميها، وهذا قياس أولوي. إذا نهي عن هذا فلا ينهي عن هذا من باب أولى. أمر آخر، عمر رضي الله عنه رأى أمة في عصر كاشفة عن وجهها ضربها وقد شبهنا بالحرائر، هذا في دلالة أن الحرائر كنا يغطينا وجوههن. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليل عن معاوية بن صالح بن حدير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدة. وعبد الله بن صالح صدوق سيء الحفظ، ولا تحتج البخاري بصحيفته، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، ولكن ثبت أنه له بواسطة مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، فانتفت شبهة الانقطاع. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، أن الأحاديث المشتملة تحمل على الأحاديث، فبالتالي يزول يعني إذا جاء حديث محتمل وآخر غير محتمل نحمل هذا على هذا فيزول الإشكال. فهذا حديث محتمل على الوجه الثالث نحمل على الحديث الأخرى الصريحة، وحينئذ يزول الإشكال. الوجه الرابع، أن العلماء مجمعون الذين يقولون بجواز تشت المرأة والذين لا يقولون بذلك، أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها وقت الفتن. فإذا وجدت فتنة فيجب على المرأة أن تغطي وجهها بالإجماع، وأي فتنة أعظم فتنة عصرنا، فبالتالي بالإجماع تغطي المرأة وجهها. وذا كان أئمة السلف الزمون في بعض العصور الجواري بتغطية الوجوه حين ظهرت منهن الفتنة، كما في نساء التتر وغير ذلك. وحدها المسألة يقول، هذه إشارة فقط إلى سؤال الأخ